عمرو أديب أعلن أنه هو حصل على الجنسية السعودية بتاعته. هو طلع في الشو بتاعه مبارح وقال أنه هو أخدها، بس مش معنى كده أنه هو تنازل عن الجنسية المصرية، هي الجنسية المصرية لسه معاه. لسه معاه عادي، وده يعني حاجة غريبة بصراحة شوية. هو أصلا معروف أن الجنسية السعودية صعب أن هي تتاخد، يتم الحصول عليها بالظبط، ولكن وهو نفسه قال كده في الشو امبارح، قال أنه مش كتير أو قليل قوي اللي بيعرف ياخد الجنسية السعودية، وكان كده. يعني فخور بحاجة زي كده أكيد. وقال ان هو كان بقاله برضو 30 سنة او اكتر من 30 سنة يعني شغال او اشتغل في السعودية، فدي حاجة يعني واضح كان نفسه فيها. ايوه.